هذا هو حرف الدال. وهذه بعض أشكال حرف الدال في الكلمات. الآن سنضع الفتحة على حرف الدال بهذا الشكل. وسنتعلم كيف يكون صوت الدال مع الفتحة. داء. داء. والآن سنضع الضمة على حرف الدال بهذا الشكل. وسنتعلم كيف يكون صوت الدال مع الضمة. دو. دو. والآن سنضع الكسرة تحت حرف الدال بهذا الشكل. وسنتعلم كيف يكون صوت الدال مع الكسرة. دي. دي. وأخيرا نطبق ما تعلمناه سابقا وننطق سويا الحرف مع كل حركة. داء. دو. دي.